نيجي لست العقرب، ذكية جدا 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 جدا، عندها حنكة، ما بتسكتش غير لما بترد، ما بتعرفش ما تردش بكل الطرق، وردها ما بيبقاش بطريقة واحدة، ردها بأكتر من طريقة ومع أكتر من حد، لأنها برضو بتستخدم الأشخاص اللي حواليها. هي بترد وبتخلي كل الصحاب يردوا وكل اللي حواليها يرد، أوكي؟ لكن في الوداع بتتعب. الحاجة الوحيدة اللي تتعب ست العقرب الحب، لا الصحاب ولا الأهل ولا أي حاجة، الوداع اللي يتعبها بس هو وداع الحبيب أو الزوج أو الخطيب، دي الحاجة اللي توجع ست العقرب بس. بس هي بتكتك برضه عشان ازاي ترجع او تحافظ على الشخص اللي بتحبه، بتكتك وبترد وبتعرف ترجعه تاني وبتعمل سيناريوهات وحاجات كتير، بس اكتر حاجة توجعها وداع الحبيب بس. لا الاهل ولا الاولاد ولا الاصدقاء يوجعها زي وجع الحبيب. لان هي طول ما هي عايشة ما بتقدرش تعيش من غير راجل في حياتها. فطول الوقت بتدور على الحبيب انها تتحب وتتحب، حتى لو كبيره جدا في السن ما تفرقش معاها الحاجه دي خالص. اوكي.